رح نبلش حلقتنا لليوم بالمقابلة يلي أجريناها مع نجمة ذا فويس الفنانة الأردنية نداء شرارة، يلي كانت متواجدة من أيام كتير قليلة بلبنان لتصوير عملها الجديد. فأكيد بداية حرصنا نسألها لنداء، شو هو هالعمل يلي خليك تجي على لبنان لتصوريه؟ هاي الأغنية مميزة لأنه ستايلها مختلف، وستايلها مختلف عن كل شيء مصري قدمته. هي أغنية باللهجة المصرية كتير مختلفة، يعني مش زي الأغاني اللي أنا قدمتهم قبل نهائيا. أكيد فيها الفرح وفيها سعادة، زي مثلا قدمت شيء فيه سعادة زي حبيتك بالتلاتة، بس هاي شوية ستايلها يعني مختلف. وحرصنا نستفزها شوي لنداء، فقلنا لها أنه معقولة طيلة مسيرتها الفنية ما شفناها ولا مرة عم تعمل أي خناقة مع فنان تاني؟ ما سمعتولي ولا خناقة كمان. عم بيقولي كان عندي انترفيو قبل فترة مع حدا هيك يعني صديق لإلي، بقول اسم الله عليك صلك 4 سنين أو 5 سنين مخلص البرنامج، بس 4 سنين بتغني وهيك ما سمعناك، إنه أنت ما سمعنا لك صوت إنه أنت بتخانقي مع حدا وهيك. قلت له يعني بس أنا بحب السوشيال ميديا، يعني بحب إنه أنا أضلني متفاعلة مع الناس على السوشيال ميديا وهيك، وإذا في إشي بحكيه وبعبر عنه للناس دايركت، يعني مش مع ما بدو إشي بحد. ومن بعد إجابتها قلنا لها يعني ده طب أوكي ما عم تتخانق مع حدا، ولكن ما بتواكب وبتشوف الخناقات يلي عم بتصير على الساحة؟ لا بعرف إنهم بحبوا بعض، يعني بكون عارفة. يعني هلأ مثلا قلت لك يعني يمكن هم مش محتاجين إنهم يعملوا بلبلة، ومش محتاجين إنهم مثلا يعني لحتى إنه يجذبوا الأنظار عليهم، لأنه هم أوريدي معروفين، يعني هم معروفين وكبار يعني. ما بتتابع لتشوف وكل حدا بسمع بشوف أنا يعني بشوف، ولأنه أنا يعني هلأ شفت آخر شيء صار بين أحلام وأصالة، وكان لأنه أنا عندي إليسا على تويتر عم بتابعها بحبها كتير يعني، فكنت عم بشوف إليسا شو عم بتغرد لأحلام وأصالة، فعم بشوف يعني شفت الموضوع كله يعني، فبسطت أنهم تصالحوا. بس بدي أقول لهم يعني أنتوا التنتين بين قدي بتحبوا بعض، يعني ببين تعرفي لما بتعرفي كيف الخناقة الحبية والخناقة الكذا، عرفتي كيف لما حدا يتخانق مع حدا ويبين عن جد انه بحبه، وفي فرق لما حدا يتخانق مع حدا ويبين انه عن لقم. هم التنتين من بداية الخناقات يعني من سنين وهم بحبوا بعض. تعودنا عليها لنداء انه دايما اطلالاتها طبيعية وميك ابها خفيف، ولكن اليوم حسينا انه ميك ابها كان قوي ومش معتدين عليه، فحبينا نمزح معها شوي، ولكن هي اللي ضحكتنا. شوفوا معنا شو قالت. يعني ما بعرف، مبدئيا انا اللي لفيت اللفه، نداء شراره تربانك عندي، لو مش عارفه تلفي تربانك محتاره تلفي حجابك تجيلي، هاي الدعايه. اوكي ما بعرف ليش دعايات دغري بروح على بغير لهجتي، يعني امبارح بحكي عن الجمال قدام حدا قدام جراتي، فبقول لهم ايه يعني بدي احط ميك اب وهيك، بقولوا ليش دغري لسانك راح لبناني؟ ما بعرف، قلت لهم في اشياء مربوطه عندي باللهجات. ومن بعد ما خلصت مسحة رجعت لسؤالنا وخبرتنا عن اللوك. اليوم شوي اللوك هيك ديفرنت، يعني افريكان ستايل، يعني حبينا انه احنا حتى لانه الفيديو يعني اللي عاملينه احنا هو هيك يعني شوي مختلف عني، فحبينا نطلع هيك شوية برا الصندوق. ودائما هيك استاذ جان ماري رياشي عنده افكار يعني شوية مختلفة، فبس رح تسمعوا أغنية عن جد، يعني أنا بوعد الناس إن هم رح يسمعوا شيء ما صار، كتير حلوة كتير كتير أنا حبتها. وبما أنه عرفنا أنه نداء من بعد ما عرفت أنه كورونا وصلت على الدول العربية جهازت حالة، فحرصنا نسألها عن هذا الأمر. لا أكيد في خوف، يعني هلأ أول ما صارت الأزمة يعني أولها حالنا حال الناس، أكيد كل الناس كانت متخوفة كونه فيروس جديد وهيك، بس وأنا جبت كل الاحتياطات، قلبت بيتي مستشفى ماشي، جبت كل الأشياء اللي ممكن أي حدا مثلا مصاب يحتاجها، حتى جبت جهاز تبخيرة وأدوية وفيتامينز وكل إشي بخطر عبالك. بس بعدين اكتشفت أنه يعني الواحد يعني صرت أشوف مثلا ناس بعرفهم إن هم كتير محتاطين كتير كتير وأكتر مني بمراحل وعم بينعدوا، يعني عرفتي هي، بالتالي الواحد ما لازم يخاف كتير وما لازم ما يخاف كتير،
عرفتي بده يضلوا بالوسط عشان الخوف بنزل من مناعة الشخص، فهو بصفي انه هو اكيد رح تمرض حتى لو انت محتاط في كل الاشياء. وكمان قلة الخوف بتعمل استهتار، فانت بدك تشيل هم الناس اللي حواليك اذا انت مش سائل بحالك، فبدك تضلك بالحال الوسط، بس اكيد لا مش تخوف عظيم يعني. ومن خلال كلامها لنداء حسينا قديش هي متعمقة بموضوع الفيروس، فقلنا لها يا نداء هل معقول تكون كبش محرقة وتقدمي حالك لتجرب اللقاح الجديد؟ عادي ما عندي مشكلة، بس هو شو ممكن يعمل إذا بده يحولني لفار أو ليش؟ ما بعرف، تعرفيش بخاف عملية كيميائية أول ما يحطوا لي إياه ينفجر. يا أختي الله يسعدك، منشوف هلا لوقتها يا أختي، يجي الصبي ومنصلي على النبي هلا يجي هاللقاح ومنشوف. والله مش عشاننا، عشان استني بدي أتحزون لك شوي، مش عشاننا، عشان الناس. ما انه بنعرفها منيح لنداء وبنعرف قديش روحها مرحه، فقلنا لها هل معقوله مستقبليا نشوفها ممثله بدور كوميدي؟ والله كثير بيجيني ادوار، بتعرفي يعني حكوا معي كثير يعني هيك مخرجين وكذا، بس انا بتعرفي يمكن ما حان الوقت يعني لسه، ما بحس حالي هلا. دائما بقول قبل ما امثل او ما قبل ما افكر بخطوه التمثيل بدي اخذ كورسات كثير. خبرتنا انه هي منتظره ليحين الوقت لتخوض هذه التجربه، فسالناها كيف تعرفي انه الوقت قد حان؟ هل حاطه ساعه رمليه ومنتظره حتى ينتهي الرمل لتعرفي انه صار الوقت؟ لا يعني مثلا هلا انا مركزه اكثر على الغناء، عندي هلا مثلا عم بتجهز لألبوم مثلا، صرنا احنا اوريدي نزلنا منه اغاني، بس يعني هو لما عم بنزل الاغاني بطريقه السنجل يعني، فتركيزي اكثر على الغنى وتركيزي اكثر على اني انا اطلع باعمال حلوه يعني لإلي انا، قبل ما انه انا اشارك باعمال مثلا تمثيليه وهيك. واسترسلت نداء اكثر بحديثها معنا وقالت لنا انه مهنه التمثيل انا ما فيي اتحملها، فشوفوا شو السبب. اول اشي انا يمكن ما عندي جلد وصبر بالتمثيل، التمثيل متعب جدا يعني، انا اليوم ما بعرف كيف صابرة، لا كثير بتعب كثير، ما بقدر اتحمل ساعات العمل اللي هي التمثيل هذا، كثير رح يكون جهد كبير، خصوصا هم الله يعينهم بصوروا كثير يعني، الناس لحتى تحضر مسلسل من 30 حلقه ما بيشوفوا هذا المجهود العظيم اللي عملوه الممثلين يعني، وهم رهيبين. هاي اكثر مهنه بتتعب بالعالم. وفي كمان شغلة انه انا بقول لك دائما بحكي انه انا قبل ما امثل لازم اخذ دورات تدريبية، ما بعرف بدي اختبر حالي اذا بعرف او لا. سمعنا كلمة تجهيز بكلامها لنداء، فقال لي لا هل معقولة عم بتجهزي نفسك للزواج؟ فشوفوا شو كانت ردة فعلها. جواز قريب وقاعدة معاكي هلا، شو مالك؟ كان رحت ملهوجة يعني معجوقة، بروح وبعزل وبجيب اغراض وبعمل وبسوي. بمزح مش هالقد، بس انه لا لا مش لسوء الحظ، بالعكس لحسن الحظ. الواحدة كل ما قعدت في بيت ابوها وكل ما قعدت هيك من غير زواج بتكتشف اشياء جديدة وبتضلها تجر يعني، بتضلها هيك مبسوطة وتسافر وتروح تعمل كل الاشياء اللي هي حاببتها، تقرأ كتير لانه بس الجواز ما رح تقرأ. ليه بقى؟ لانه ما في واحدة متجوز بتفتح كتاب. انه يعني قليل كتير يعني، تقرأ كتب كتير اللي بتحبهم، تقعد تعيش هاي اللحظات بمفردها، لانه اللحظات الاكتظاظ جايتك بحياتك جايتك، فما تستعجلوا على التفاصيل يعني، عيشوا ايامكم الحلوة من غير ما تستنوا الاشياء تستعجلوها يعني. وختام حديثنا مع لنداء حرصة توجه رسالة لجمهورها باقليم كردستان. بدي احكي لهم انه انا يعني من قلبي بحبكم وبتمنى ان شاء الله تضلوا بخير، وإن شاء الله هاي الأزمة اللي إحنا فيها تعدي على خير، وسنة 2021 يكون وجهها حلو علينا وبس. وشكرا لكم، شكرا لمواكبتكم.